انا بس عندي نقطه مش عايزه بس ابقى قفلت الملف ده غير والناس تبقى فاهمه. معلش، انا بودي ولادي فين وبقعدهم فين، وهل المكان اللي انا وديت فيه ابني او بنتي ده يقدر يتعاملوا، عندهم خبره في التعامل مع الاطفال ولا لا؟ لان للاسف الشديد اي مكان بتلاقي فيه مرضى نفسيين، فانا موديه ولادي فين؟ وهل الصح ان انا ادخل ولادي حضانه وهما بيعرفوا يتكلموا، يعرفوا يعبروا، يحكوا ايه اللي بيحصل لهم جوه، ولا لو انا ابني او بنتي لسه ما بيعرفوش يتكلموا غلط ان انا ادخلهم حضانه اصلا؟ معايا دلوقتي الدكتور محمد المهدي يقول لنا اكتر، استاذ الطب النفسي طبعا بجامعه الازهر، يقول لنا اكتر الصح نعمل ايه. يا دكتور محمد. اهلا استاذه اميره، يا مساء اهلا الخير وسهلا. يا دكتور. دلوقتي موضوع مساء الحضانات الخير. ده، مساء الخير يا فندم، موضوع الحضانات ده حصل فيه كذا مشكلة في الفترة الأخيرة، بيحصل فيه اعتداء على الأطفال في بعض الحضانات. هل في سن معين صح أكتر إن أنا أدخل ولادي فيه الحضانة؟ هو السن المحدد هو سن 3 سنوات. 3 سنين. ليه؟ لأنه في السن ده أيوه. الطفل أو الطفلة بيعرفوا مين ضربهم، مين اعتدى عليهم، ويقدر الطفل أو الطفلة يصرخوا أو يطلبوا المساعدة أو النجدة أو أي حاجة. لكن السن اللي أصغر من كده لا يعرف مين اللي ضربه أو أذاه، ولا يعرف يطلب المساعدة. هيعيط، هيعمل، بس مش هيقدر يطلب المساعدة، ومش هيقدر يعني يقول مين اللي أذاه أو مين اللي ضربه. فهنا 3 سنين ده الحد الأدنى. طيب في ناس عندهم أطفال رضع وبيشتغلوا أو بيدرسوا ويبقوا محتاجين الأطفال الرضع دول يبقوا في حضانات، دي بتبقى محتاجة تكون بمواصفات خاصة. أول حاجة، ودي بالمناسبة في اللي عندهم 3 سنين والرضع، لازم تكون الحضانة مرخصة. مرخصة يعني في رقابة حكومية عليها، بيشوفوا هم مين اللي بيشتغل ومين اللي بيتعامل مع الأطفال وبيتعاملوا إزاي، وإيه عوامل الأمان في المكان، وإيه عوامل الرعاية والحاجات دي كلها. لكن مجرد إن في واحدة نزلت على صفحتها إن هي بتعمل كذا وبتقدم خدمات كذا، ده يعني لا يكفي أبدا إن احنا نسيب طفلة رضيعة في هذا السن. هي بقى بتسيبهم، يعني ممكن تكون صاحبة الصفحة نفسها، يعني عندها نوايا حسنة وكويسة، بتسيبهم مع دادات أو ناني أو أي حد. اللي لا، بيحصل الموضوع إيه؟ ما بيبقاش أمان. عايزة أسألك حاجة كمان يا دكتور محمد، معلش بقى، عشان الحضانات الشيك دلوقتي بقى إيه؟ لا، ممنوع لأولياء الأمور يدخلوا يشوفوا الأطفال. لا، في سياسة في الحضانات اسمها سياسة الأوبن دور، إن أنا أخش في أي وقت أشوف أطمن على ابني وبنتي بيعملوا إيه جوه، وخاصة لو سنهم صغير. اول ما تقول لي ممنوع اولياء الامور يدخلوا، اعرفي ان في حاجه تعرفي غلط. على طول ان في حاجه غلط طبعا، اصل هم هو في اسرار جوه. بالظبط. يعني ايه اللي جوه؟ لا، يقول لك ايه يا دكتور، اصل عشان الاطفال التانيين ما يتضايقوش. ان اي كلام، اي كلام. لا 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 لا، اي كلام، مش اي مبرر خالص للحكايه. على فكره المفروض يكون في قانون سيء للحضانات في الموضوع ده، سياسه الاوبن دور، وبعدين لازم الفيديوهات تكون موجوده في كل الغرف، في كل الفصول في الحضانات، لان لازم ده في دلوقتي يا دكتور ان بيبقى فيه اونلاين، اخش اشوف ابني في اي وقت بيعمل ايه اونلاين على بالكاميرا. لازم تخلي بالكم يا جماعه. بالظبط كده. لان هما ما بيكسبوش ليه شويه، بقى يعني هما الحضانات دي ما بتكسبش شويه، هي بيبقى عندها عدد كبير وبتكسب فلوس كويسه قوي. فيعني خلوا بالهم. ليه احنا بنتاكد على ده يا استاذه اميره؟ ايوه. لانه الضرب او الايذاء الجسدي لطفله في هذا السن طبعا بيترك اثر يعني شديد جدا عليها، حتى وهي مش عارفه ايه اللي حصل. ايوه، هي لا تعي بالظبط ايه اللي حصل، لكن ده بيترك اثر نفسي حتى لو عليها، هي مش هتفتكر ايه اللي حصل. حتى لو هي مش هتفتكر ايه اللي حصل، بيترك اثر نفسي عليها. فبالتالي يعني دي بتبقى جريمه، وجريمه شديده جدا. طب اللي عملت دي هل هي سويه ولا مضطربه؟ بالتاكيد بيبقى عندها اضطراب في شخصيتها، وهذا الاضطراب لا يعفيها من المسؤولية، عشان ما حدش يقول لا انتوا بتقولوا عندها اضطراب عشان خلاص هتعدي بقى من المسؤولية عشان عندها. لا، هذا الاضطراب يحملها المسؤولية كاملة، ويحمل الدار اللي هي شغلتها او وظيفتها المسؤولية كاملة.
ايوه طبعا. دكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، بشكرك جدا. الملف ده يا جماعه ملف مهم جدا، ملف الاطفال ده. يعني الدكتور محمد قال كلمه في منتهى الخطوره لو حضراتكم تاخدوا بالكم، اي حاجه اي اذى بيتعرض ليه الاطفال في السن ده اوعوا تفتكروا مش بيسيب اثر، بيسيب اثر. حتى لو الطفل مش هيفتكر ايه اللي حصل له، بس بيسيب اثر نفسي فيه وبيكون اثر نفسي عميق. يعني دلوقتي يا امي انت المفروض ان انت تتابعي بنتك وتشوفي هتعالجي المشكله دي ازاي، لان هي تعرضت لعنف وهي لسه صغيره جدا في السن. كمان حاجه مهمه قوي، ما تدخلوش ولادكم الحضانه اقل من 3 سنين. لازم يكون بيعرف يتكلم وبيعرف يعبر عن نفسه ويقول ايه اللي حصل له. اقل من 3 سنين ما يدخلش حضانه غير في الضروره القصوى. يعني خلاص انت مضطره تدخلي، لان في بعض الامهات يقول لك ايه هيبقى عنده خبرات اكتر، هيتعامل مع الناس، هيبقى اجتماعي. لا على فكره، هو لحد 3 سنين مش محتاج غير حضرتك بس، حاجه تانية حنان وحب وخلاص. بعد 3 سنين نبقى نفكر بقى ان احنا نديله مهارات تانية. حاجه تانية للحضانات يا جماعه، خلي بالكم اي حضانه تقول لك ممنوع تدخلي اعرفي ان في حاجه غلط بتحصل جوه، مهما كانت الحضانه كبيره وبفلوس كتير ومش ده، في حاجه غلط بتحصل جوه مش عايزين ندخل ليه، لان دي بقت سياسه جديده كده. ولكن في حضانات تانية محترمه عندها سياسه الاوبن دور، بفتح الباب بخش اشوف ابني اعرف ان دي حضانه محترمه، غير كده لا، يبقى في حاجه غلط. ما ترضوش ما تقبلوش، مش هم مش الحضانات اللي هيحطوا شروطهم علينا، لا العكس، احنا اللي بنحط شروطنا، لان انا بدفع لكم فلوس كل شهر فانا لازم ابقى مطمنه على اولادي جوه الحضانه دي. فلو ما عندهمش سياسة الباب المفتوح ان انا اخش في اي وقت، يبقى الحضانة دي كروس كبيرة، في حاجة غلط بتحصل جوه. تاني حاجة، الحضانات ما بتكسبش شوية، لازم يبقى في فيديوهات جوه كل غرفة، كل فصل في فيديو في كاميرات. وعلى فكرة الكاميرات دي دلوقتي بقت تتوصل اونلاين، انا اقدر اخش اشوف اي ابني في اي وقت بيعمل ايه، لان انتوا مش في مدرسة لسه، الاطفال دول ما كبروش، دول لسه اطفال صغيرين قوي. فمن حق اي اب او اي ام ان هو يطمن على ابنه وبنته بيعملوا ايه دلوقتي، ايه اللي بيحصل لهم دلوقتي جوه. خلي بالكم يا جماعه، ولادنا مسؤوليه في رقبتنا واحنا مسؤولين عنهم، واي حاجه تحصل لهم احنا اللي مسؤولين عنها. يعني فخلي بالكم ارجوكم، والمفروض انه امي واحنا معاها ما تسيبيش حقك وحق بنتك اللي اتضربت جوه الحضانه دي، ما تسيبيش حقها واحنا معاكي.